السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل لينك. لينك يعني حاجة بتدوس عليها يروح فاتح لي صفحة أخرى. أول حاجة هقول له التاج بتاع حرف الإيه، وأقول له في التاج بتاع حرف الإيه، بكتب جوه الكلمة اللي أنا عايزها. طيب دلوقتي ده كده اللينك اتعمل، بس لسه ما كناش فيه خالص، لسه ما قلناهوش يروح فين. عشان أقول له يروح فين أقول له href يساوي، وبعد كده هكتب له اسم الموقع. او اسم الصفحة، او ممكن اقول له ميل تو، راح كاتب له ايميل واقول له شغل، فبيبدأ يجيب لي الكلمة اللي انا كاتبها هنا، بيجيبها لي ويبدأ يحط لي لينك. اول ما ادوس عليه يروح فاتح الصفحة بالشكل ده. طيب انا مش عايز احط لينك، انا عايز احط صورة معينة، ولكن الصورة دي موجودة في فولدر. هاخد اسم الفولدر اهوت، وبعد كده اقول له اول ما تدخل على الفولدر دوت حط الصورة ديت، واقول له شغل، هيجيب لي الحاجة اللي بين الايه، ادوس عليها يروح فتح لي الصورة دي، الصورة اللي موجودة عندي. وممكن اعمل جافا سكريبت، اكتب كود جافا سكريبت هنا، اقول له جافا سكريبت نقطتين alert، وبعد كده افتح الاقواس واحط سيمي كولن واكتب هنا هاي. هبدأ اشغل الحاجة، شفرة الكود، فيبدأ يجيب لي الفيم اريبيا. لما ادوس عليها يروح مشغل لي الجافا سكريبت ويقول لي هاي.